الكلمة لفريق التجمع الوطني للأحرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الرئيس، سيدان الوزيران، السيدة النائبة والسادة النواب، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار لبسط وجهة نظره في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والميزانية الفرعية الوزارة المنتدبة المكلفة بتحديد القطاعات العامة برسم مشروع قانون المالية 2010. لقد جاء مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2010 في ظل مناخ وظروف استثنائية دولية، لعل أبرزها تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وأخرى وطنية تكمن في الإرادة الملكية والتطلعات الشعبية الرامية إلى جعل هذه السنة سنة حاسمة لإصلاح جهاز القضاء الذي يعتبر إحدى الحلقات الأساسية لمشروع القانون المالي 2010، من بين الأوراش الكبرى التي جعلتها الحكومة ضمن صلب انشغالاتها وأولى أولوياتها. ولعل الخطوات والأشواط التي تقطعها وزارة العدل من خلال أوراش إصلاح المحكمة في مختلف ربوع المملكة وتجهيزها وتحسين ظروف اشتغالها، وكذلك من خلال تحديث أساليب عملها عبر اعتماد نظام معلوماتي على سائر ومختلف المحاكم بالمملكة، كما أن الرقي بمنظومة الموارد البشرية لا يسعنا في فريق التجمع الوطني للأحرار إلا التنويه بالخطة والاستراتيجية التي تنهجها وزارة العدل، لا فيما يخص التوظيف أو الترقية بما فيها ترقية جميع القضاة المسجلين في لوائح الأهلية والذين سيقرر المجلس الأعلى للقضاء ترقيتهم بعدما كان ذلك متعذرا لعدم توفر على المناصب المالية. وفي مجال التكوين الذي يبقى بمثابة العمود الفقري لإصلاح المنظومة القضائية، لا تفوتنا الفرصة دون التنويه بالدورات التكوينية المنظمة لفائدة القضاة وأدور وموظفي وزارة العدل، ولعل تأسيس هيئات استشارية لتبادل المعرفة حول الشؤون القانونية المتصلة بالجهاز القضائي، والذي أكد من خلاله جلالة الملك في خطابه التاريخي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الأخير يوم 20 غشت، على القيام بإصلاحات جوهرية وشاملة من أجل بناء ثقة المواطنين في نظام قضائي عادل. وفي هذا الإطار نتمم الأولويات التي رصدتها الوزارة مشكورة للتكوين وتضمين الوثائق القانونية ومكاتب المعلومات وتحسين ولوج المعلومات بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون المحكمة، ووضع حد للبيروقراطية وتحسين ولوج المواطنين لفضاءات المحاكم. إن السياسة التي اعتمدتها وزارة العدل من خلال مسلسل مشاوراتها مع فعالية المجتمع المدني والمنظمات والهيئات السياسية والشركاء الدوليين للمغرب ستفضي بدون شك إلى نتائج محمودة بحول الله، وستشكل لا محالة ضمانات أساسية معززة لاستقلالية القضاء وعصرنة الإطار التنظيمي والإصلاح الشامل للهيكلة والموظفين وزيادة الفعالية وتنفيذ قواعد التخليق وسوء استخدام السلطة وتطبيق الأمثلة للإصلاحات وتبسيط المساطر والحرص على الإجراءات والتبليغ، كل ذلك في تناغم تام مع ما تقبل عليه الوزارة من تعديلات واقتراحات، كلها تصب في اتجاه تنقيح قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وتنظيم القضاء والمسطرة المدنية وغيرها، الذي سيؤدي إلى مراجعة الخريطة القضائية والتنظيم الهيكلي لوزارة العدل دعما لسياسة اللامركزية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالمهن القضائية. إن الزيادات التي أعقبت ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار بالنسبة لوزارة العدل لدلالة قاطعة على الإرادة الحكومية وحرصها الشديد على دعم الإصلاحات وتوفير الضمانات بما فيها الوسائل والاعتمادات الضرورية لإنجاح هذا الورش الشاق والطويل. وبالتالي فهو ورش مفتوح وتواصل نؤكد من خلاله في فريق التجمع الوطني حل انخراطنا الدائم والأكيد لتفعيله على أرض الواقع. السيد الرئيس، السيدان الوزيران، السيدة النائبة والسادة النواب المحترمون، من بين التحديات الكبرى والمشاريع المجتمعية المهيكلة والمتطورة ذات الامتدادات الواسعة على الصعيد الوطني، تحديث القطاعات العامة في ظل مواكبة العصر
ومتطلبات الظرفية الراهنة ومواجهة إكراهات العولمة والمنافسة باعتماد حكامة رشيدة كأحد مقومات تحديث الإدارة المغربية وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستديمة. وهذا لا يتأتى من منظورنا في فريق التجمع الوطني الأحرار إلا بتحقيق إدارة مواطنة تتسم بالفعالية والوضوح مؤهلة لمواكبة التغيير. إن البرنامج والمبادرات الإصلاحية المستمدة مضامنها من خطاب جلالة الملك افتتاحي لولاية التشريعية 2007-2012 والذي أكد فيه جلالته حفظه الله على مواصلة الإصلاحات وتعزيز المكتسبات السياسية وحقوق الإنسان والمشاريع الهيكلية الكبرى والإدارة الترابية والتوازنات الماكرو اقتصادية وتحديث القطاعات العامة وتحفيز المبادرة الحرة. كل هذه الأوراش التنموية لن تتأتى إلا بالجهوية المتقدمة ولا تمركز الإداري باعتبارهما عماد الدولة العصرية. ونحن من موقعنا في فرق التجمع الوطني الأحرار أحد مكونات الأغلبية الحكومية لا نرى في هذه التوجهات إلى تشخيص موضوعي ودقيق لواقع الإدارة المغربية ولمظاهر اختلالاتها ومواطن قوتها كأول خطوة في عملية التحديث الذي يفترض اشراك مختلف القطاعات الحكومية في مسار الإصلاح والتنمية. كما أن مسلسل الحوار الاجتماعي بين الحكومة وباقي الفرقاء الاجتماعيين يفترض أسلوب للتشاور والحوار البناء مع المركزيات النقابية وهو الأسلوب الذي نتمنه وتنهجه وزارة تحديث القطاعات العامة كذلك في إطار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام. إن الميزانية المرصودة لوزارة تحديث القطاعات العامة ومن خلال إطلاعنا على ميزانية التسيير والاستثمار برسم مشروع قانون المالية 2010 اتضح لنا بالملموس أن هذه الميزانية لا تلبي الحاجيات والأهداف المرجوة ونحن نطالب بتخصيص غلاف مالي استثنائي لهذا الجانب لما يعيشه من إكراهات وإشكاليات في مقدمات سوء تدبير الموظفين وتوزيعهم غير المعقلة بين الإدارات على المستوى المركزي ولا مركز فضلا عن هشاشة منظومة الأجور وتفصيل المساطر الإدارية وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين وعقلنا التدبير العمومي باعتماد أحدث وسائل الإعلام والتواصل ودعم الشفافية ومحاربة الرشوة ودعم الإدارة الإلكترونية والتكوين المستمر. وفي الختام لا يسعنا في فريق التجمع الوطني الأحرار إلا أن نعبر عن مساندتنا المطلقة لمشروع قانون المالية 2010 وذلك بتصويتنا الإيجابي على الميزانيات الفرعية التي تدخل في صلب اختصاص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.